يضرب معك بثمانية، يضرب معك بعشرة الوطية. اش بيك انت؟ الخروف اللي كيما نقول لك واحد يقعد شهر يدي في 4 ملايين، ويني ويني ويلي؟ واش يشري الخروف تاع 8 ملايين؟ غالي 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 اكثر. يا كي تهضر هكذا تهضر الحل ما كانش. قال اسمع لازم تنعس وما تشريوش تشري. سبحان الله. اسمح لي شوف، في الثمانين كانت الناس يروحوا لفرنسا ب 30,000 30,000 تاع هذاك شوف، وبنكة واحدة كانت في الجزائر كي اتحدوا وحبسوا. والله يا اسمح لي اسمح لي، حلوا لهم بنك وعادوا يروحوا الناس بدراهم وبالحرة وكذا، ما نشريوش صاحبي نحبسوا. ولا صلاة ما نصليش العبادة ما كانش. ها والله تهبط السلعة. هذا هو الحل حبيبي، هذا هو الحل. الحبيب عليه الصلاة والسلام قال لنا حاجة كي تطلع عليكم اجتنبوها، والله تهبط بالسلعة عليهم. نعم هذا هو الحل، نحاشي وبركتك هذيك وربي يحفظك ان شاء الله ربي.